قفزت السندات السيادية المصرية الدولارية أكثر من سنت واحد اليوم، مواصلة الارتفاع الكبير الذي حققته يوم الجمعة بعدما وقعت مصر اتفاق استثمار مع الإمارات من شأنه أن يجلب 35 مليار دولار للدولة على مدى الشهرين المقبلين. وأظهرت بيانات تريد ويب، وهي منصة تداول عبر الإنترنت، أن السندات المقومة بالدولار استحقاق 2029 حققت أكبر المكاسب، إذ ارتفعت بما يصل إلى 1.8 سنت ليجرى تداولها عند نحو 85.3 سنت، وهو أعلى مستوى لها في غضون عام تقريباً.